هلا صلي تقريبا شي 50-55 سنه. صلي 55 هذا العالم عم تشتري ابقاف؟ طبعا يعني هو خف بيع بالنسبه للغسل، هسه العالم بتشتري مشان الحمامات واطهر واحسن. يعني صناعه الابقاف قديمه كثير يعني، بس تطورت يعني من مرحله لمرحله. كان الاصل الابقاف هذا ابقاف غوار؟ هذا ابقاف غوار الاساسي من زمان، كان يلبسوه كله يعني. بعدين تطور، صار كان خشب ساده، صار مدهن يدهنوه، صار يحطوا له كوشوك مشان الصوت، يعني هيك شغلات، الوان مزخرفه هيك شغلات يعني. طيب قديش الابقاف صحي بعتقد هو من اكثر الاشياء صحي للرجل؟ الخشب ما بيأذي الرجلين، ما بيأذي الرجلين ابدا، لا يعني مشان كهرباء افضل، مشان حساسيه افضل. هذا بقى فطوم بعد العالم عم تاخذه للابقاف؟ هذا مشان العين بياخذوه؟ بياخذوه مشان الاطفال، مشان كذا، ومشان العين في ناس بيعلقوه هيك يعني. بيعلقوه في ناس بياخذوه بيلبسوه هيك يعني. بيلعبوا فيه، في ناس بيعلقوه بيقول لك هيك. بالشام القديمة بعد في حمامات شغالة، حمامات قديمة، في العالم بعد عم تطلب. عادي أو من هذا. هذا تبع الحمام صفي. هذا تبع الحمام؟ تبع الحمام، وهذا السادة مدهن. هذا المنطلق. غالي بعده ولا بعد ما ارتفعت الاسعار بشكل عام والخشب؟ تقريبا 400 ليره حقه. هذا 400 ليره. احسن من النايلون؟ احسن طبعا، صحيا احسن.